السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا متابعين قناة دقة ودواء. أنا كنتم حلقة جديدة النهاردة إن شاء الله من ضمن سلسلة الحلقات المتعلقة بإن إزاي نخس وإزاي نخسر وزننا بكل سهولة بكل يسر من غير تعقيد من غير كلام كتير. طيب النهاردة الحلقة الرابعة وهي متعلقة بالأطعمة الصحية اللي نقدر ناكلها لو إحنا بنتمرن. طيب إحنا اتفقنا وقلنا إن عشان تخس لازم تعمل دايت، وعشان خاطر تزود الحرق بتاعك لازم تمارس رياضة. من ضمن الحاجات ان انت عشان خاطر تحرق الدهون لازم تقلل الكالوريز، تعمل دايت وتزود الحرق عن طريق الرياضة. طيب احنا خلاص عملنا دايت ومشينا عليه فترة وعايزين بقى نزود الحرق، عايزين نخش في رتم ان احنا الوزن ينزل بشكل كويس وبشكل طبيعي في نفس ذات الوقت بشكل ايه. طيب هنعمل ايه؟ هنمارس الرياضه. طيب ممارسه الرياضه طبعا عايزه حلقه لوحديها، لان الرياضه انواع والرياضه اللي بتعلي الحرق انواع. ممكن واحد يمارس المشي ابسط حاجه، يعني المشي، الجري، الكارديو بكل انواعه طبعا بالاجهزه او من غير، المقاومه اللي هي تمارين الحديد شيل البناء العضلي وكده، والسباحه، السكواش، كل الرياضات بتساعد على حرق الدهون. طيب طبعا الرياضه بتستهلك مجهود، بتحرق سعرات حراريه، ما ينفعش ان انا ابذل مجهود واعمل تنشن اثر على العضله وعلى الاجزاء الداخليه للجسم وبعد كده مش اديها الطاقه عشان يحصل لها ريكفري. يبقى انا بمارس الرياضه، بعد ما بمارس الرياضه لازم اخد الاحتياج بتاعي من البروتينات والكربوهيدرات والدهون علشان خاطر اعمل ريكفري، او كلمه ريكفري يعني استشفاء. يعني ايه استشفاء؟ طيب ايه هي افضل الاكلات او الحاجات الصحيه يا دكتور المهمه جدا جدا واللي نقدر نعتمد عليها بعد التمرين؟ طيب احنا كنا اتكلمنا في اول حلقه على ست تغذيه، على الماكرو نيوترينتس والمايكرو نيوترينتس، والاثنين دول ماكرو نيوترينتس او مغذيات كبرى، مايكرو نيوترينتس او مغذيات صغرى، هم اساسيات التغذيه او اساسيات النيوتريشن او الحاجات اللي احنا بنعتمد عليها عشان خاطر نعمل ريكفري او العضلات تكبر او الجسم يتقوى او يكون جامد يعني. طيب خلاص احنا اخترنا نوع معين من التمارين، عايزين بقى نرجع من البيت ناكل. خلونا نشتغل اول حاجه على الماكرو نيوترينتس. الماكرو نيوترينتس زي ايه؟ الدهون طبعا، الميه مهمه جدا جدا، الدهون، البروتينات، الكربوهيدرات، الثلاث حاجات دول، الثلاث حاجات دول هم البروتينات والكربوهيدرات والدهون والماء، الاربع حاجات دول هم المهمين جدا جدا. طيب واحد يقول لي البروتينات نبدا بيها. البروتينات يا سيدي موجوده في حاجات كتير، في بروتين نباتي، في بروتين حيواني. البروتين النباتي موجود في العدس والفول والحمص والحاجات دي كلها، البقوليات بشكل عام. البروتين الحيواني موجود في انواع معينه زي اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، وبتكلم على نوعين هيتاكلوا، يا مسلوق يا مشوي، حاجه ثانيه لا بدون نقاش. الدهون او الزيوت الصحيه موجوده في حاجات كتير زي زيت الزيتون، زيت جوز الهند، وما نكترش، احنا برضو بنحسب من ضمن احتياج الدهون بتاعنا. طيب الكربوهيدرات، واتكلمنا في الحلقه اللي فاتت على مشاكل الكربوهيدرات او الدايت قليل الكربوهيدرات وتاثيره على الجسم. طيب الكربوهيدرات من ضمن الحاجات اللي بتساعد الجسم ان هو يرجع الجلايكوجين تاني للعضلات وللكبد، فالجلايكوجين ده مصدر الطاقه بتحوله لجلوكوز، والجسم بيستخدمه في التمارين بقى ايروبيك او قصدي التمارين الهوائيه والغير هوائيه وكده. طيب يبقى احنا هنعتمد على البروتينات، الدهون، والكربوهيدرات. وقلنا الكربوهيدرات بتبقى موجوده في الخبز، العيش، المكرونه، ويا بلاش يعني الريفايند، دي ايه الريفايند اللي هو المعالج ده اللي هو الابيض، خلونا في الخبز الاسمر، الدقيق الاسمر طبعا اللي معمول هو العيش الاسمر، المكرونه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الايه تاني، الرز الابيض البسمتي او العادي بس ما يكونش متحمر، لا يكون مسلوق، كله مسلوق، الاكل يا اما مسلوق يا اما مشوي يا جماعه، عشان تخس لازم تفاصيل مهمه جدا جدا في الموضوع ده. طيب خلونا نخش على بقى المايكرو نيوترينتس. المايكرو نيوترينتس موجوده فين؟ في الخضار والفاكهه. في خضروات كتير موجوده احنا بنحبها كلنا، في فاكهه كتير موجوده احنا برضو كلنا بنحبها. طيب خلاص يبقى احنا عرفنا هناكل ايه بعد التمرين، يبقى احنا عرفنا حاجات معينه ورئيسيه لازم ناخد بالنا منها. احنا بقى مهم جدا نحسب الموضوع ده يا جماعه، نحسب احنا ناكل قد ايه كربوهيدرات، قد ايه في برضو حاجه مهمه نسيت اقول لكم عليها في موضوع البروتينات. البروتينات اللي جايه من الالبان دي حاجه في منتهى الجمال، بس تكون قليله الدسم وقليله الدسم. انا بحب الزبادي عشان تكونوا عارفين، وبفضله، وبيحتوي على خمائر كويسه. في ناس كتير
يعني تعمل دايت سواء كباتن او دكاتره وكده، اقول لك بلاش زبادي، بس انا بحب الزبادي صراحه، وبحب منتجات الالبان، لان منتجات الالبان فيها كميه بروتينات كتير، فيها مينرالز كتير، فيها فيتامينز كتير، بالذات فيتامين د، فمهمه جدا جدا جدا. طيب دي كانت حلقه ناكل ايه بعد ممارسه التمارين الرياضيه. اللي انا بقوله ده من ضمن احتياجك الرسمي او الاوفيشال اللي محسوب لك عشان خاطر تمشي على دايت ينقص وزنك، وكل واحد دايت بتاعه مختلف. انت لو ما عندكش المقدره ان انت تعمل الدايت لنفسك، ممكن تكلمنا على الواتساب تطلب الدايت المتخصص ليك. تسليم الدايت بيكون خلال 24 ساعه من دفع، طرق دفع كتير ومتاحه، السعر مش غالي جدا وفي متناول الجميع، خاص للطلبه في كل دول الشرق الاوسط. وكمان في ميزه جديده في او ميزه انا بعتبرها ميزه الصراحه، ان انا بعمل فولوينج اب للكلاينتس او للعميل، تابع معاه على طول اسبوعيا او كل 10 ايام ميزان او صور او ديتيلز تفاصيل بنتكلم فيها على الواتساب. بس هو ده كان الفيديو المتعلق ب ده الفيديو رقم 4 يا جماعه، المتعلق بناكل ايه بعد التمرين من سلسله ازاي نخس بسرعه. اشوفكم الحلقه الجايه على خير. لو انت عندك استفسار اكتبه لي في الكومنت بوكس تحت، وانا بحبكم في الآلة. وانت ما بتعرفنيش، انا دكتور اسلام فراج، دكتور سداري، ودي قناه دواء ودواء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.